ألف مبروك للشارقة لشباب الأهلي وهارد لك للشارقة، ألف مبروك للكابتن مهدي علي، هارد لك للكابتن عبد العزيز العنبري، وألف مبروك لأبو سعيد. مباراة جميلة جدا مصطفى، مباراة ميديان يمكن ما عاد لحق، الشوط الأول كان في سيطرة للشباب الأهلي بس كان مالينجو عم يضوع فرص للشارقة. الغريب المباراة أن الشارقة تقدم ثلاث مرات مصطفى، يعني ثلاث مرات وما قدر حافظ على هذا التقدم، يمكن كمان كان صار عنده اجهاد من المباراه الاسيويه مع الوحده، بس مباراه البديل مهدي قادي بالشوط الثاني عمل كل الفرق معهم، هدفين اكثر من رائعين، الهدف الثالث اللي سبب فيه سالم سلطان اون جول بطريقه يعني كمان شوي فيها يعني اكيد فيها خطا، بس انه غريبه كيف قدرت تدخل. المباراه كانت جميله، تعرض الشارقه لهي الخساره يمكن تاثر كثير عليه كمان. نعم ابو سلطان، نقول مبروك شباب أهلي دبي، يعني بصراحة الشارقة اتفق مع الدكتور يمكن تأثير من خروج البطولة الآسيوية، فريق قد تقدم بالدقيقة الأولى، صحيح أن المباراة جميلة 7 أهداف دليل على المباراة مفتوحة، لكن زي ما قال الدكتور يتقدم ويخسر، وهذا يمكن أنا أعتقد أنه العامل المعنوي له دور. على العموم نقول مبروك، وكلهم مدربين أماراتيين مواطنين ف كلهم عينين براس، يعني ما في خسران اليوم صراحة. أنا أفرح لما أشوف مدرب وطني في بلاده يعمل زي ما يعمل مهدي أو الكابتن عبد العزيز العنبري. ها سمعت نعم شيء 50% مما تكلم الدكتور. شو على الدكتور عم تعدون تقول ما عاد شب ما عاد تقول نعم بدي اجيب تعدون نعم بدي اجيب الستوب واتش تاعي بحسبهم بالثاني. لا فراسه ما عاد والله ما عاد فراسه. طيب فراسه بالفي ولا بالفي؟ عربي ما فيها لا بي ولا فراسة. طيب خلينا نترجمها، إذا سوينا لها ترانسفير علمناك. طيب